السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم بكل خير. لتوصيلة الكهرباء ماكينة الحام نبدأ شغلنا بإذن الله الحظائر الجديدة. بإذن الله شغلنا راح يكون هنا. احنا فتحنا هالممر هذا كان اول مسكر حوش ببلك، ولكن فتحناه على الارض الثانية. طبعا نظام الحظائر مزدوجة، تفتح هنا وتفتح بالجهة المقابلة الخطوط الثانية. راح اصورها لكم من هناك عشان تتضح معكم اكثر واكثر. حظيرها الوحدة 4 × 3، اللي خلفها نفس المقاس، يعني واحدة تفتح هنا واحدة تفتح هنا، يعني امتداد إذا جيت تبغى تاخذ يكون العرض 6 والطول عاد بكيفك، تبغى تسوي 20 حظيرة 50 حظيرة 60 حظيرة، لكن الخط ياخذ منك عرض 6. إن شاء الله أنا وضحت الصورة. 6 تقسمها 2 تصير 3 تفتح هنا و3 تفتح ورا هنا. سانتوس متودر حسبه خرب عي التصوير. يعني الحظيرة هذه طولها 4 وتاخذ منك داخل 3، الجهة المقابلة اللي تفتح ورا كذلك 3 6. يعني إذا بغيت تسوي خط مزدوج يفتح الجهة اللي هنية والجهة المقابلة 6 الطول بكيفك، الحظيرة 4، تبغى حظيرتين 8، 3 حظائر 12، ويلا وانت ماشي. طبعا عازل حراري، الارتفاع ضروري 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 ومهم، الارتفاع والميول حسب حسابك. يعني عادي لو بلكتين ذا، لا ترى هذه كنا بانين بلكه اظن وشوي عليها زياده. منقول 6 ترى هذا عرض الحظيرتين، يعني بعد ما تسوي 6 تقسمها بالطول 3، يصير 3 هنا و3 هنا، الطول بكيفك، حنا نفضل 4، انت بغيت تسوي 5، بغيت تسوي 3 × 3 ابد. وعلى الامتداد اللي تبغاه. هذا هو خط الحظائر، الحظيرة هذه عرضها 3، الحظيرة مزدوجة بجنبها 3، يعني 6، وهذا هو القسم اللي بنس 3 × 4، اللي جنبها نفس الشيء 3 × 4، وانت عاد كم حظيرة تكفيك، بس انك اذا اسست على هالشيء خلاص تبدأ تمشي عليه، تكون حظائرك عرضها وطولها واحدة عشان تكون الممرات نفس الممرات اللي انت مسويها ومؤسس عليها. هذا الدجاج يبدأ من هالوقت هذا وطالع الوقت البيض، 9 الساعة 10، بعضها يبدر وبعضها تقريبا الساعة 11 غالبا يبيض. هذه ما شاء الله تبارك الله بدينا بصفق حقة الشبوك.
هذه طول الوحدة 8، هذه بيها باب، وهناك في باب، لأن يعني هذه حضيرتين 4 و4. طبعا يسويهن ويلحمهن بالأرض وتحط. بعد ما تلحم كلها بالأرض وتجهز، ترفع وتحط على الامتداد اللي نبغاه، وبحيث الطريقة هذه بحيث إن بعدين نبغى نشيل ولا نبدل المكان ما تكون الحظائر مربوطة ببعضها. طبعا هذا النظام طبقناه بس على الحظائر الجديدة هذه، يعني لو بغينا نفكها نفك كل قسم الحالة، الجهة هذه نفكها الحال، الجهة اليمين واللي بالنص نفكها الحال، والسقف يفك الحال. هنا احنا تاركين متر، وبعدها يبدأ الباب، وبعدها مترين شبكة هنا. هذه الشبوك بعد ما انتهي من شغلها بالأرض، تبدأ ترفعها وتثبتها على التثبيت اللي تبغاه. بغيت تثبتها بعض براغي، بسلاك، ربط، بأي طريقة عندك، بحيث انك تقدر تفكها عن بعض. بعدين بغيت تنقلها، توديها، تجيبها، تصير ما عندك أي إشكالية. الطريقة هذه ان كل صفقة شبك تكون الحال، هي ممكن تكلف عليك بالتيوبات شوي، شيء بسيط، بدل ما التيوب هذا يركب على التيوب الثاني، لا، هذا تجيب له زي ما تقول تيوب الحال، بس انك باي وقت بغيت تنقلها، بغيت تبيعها، بغيت توديها، تقدر تفكها تنقلها للمكان اللي تبغاه، ما تكون مربوطه ببعض. فباذن الله الحظائر الجديده راح ناسسها على نفس التاسيس هذا، بحيث ان بغينا نوسع، نوخر، نشيل، نحط، فنقدر نتحكم بكيفنا. حتى لو سويت ثابتة ما فيها أي إشكالية، لكن هذه تعطيك خيار ثاني. يا سلام سلم، هذا دهن الشبوك قبل تركيبها. نسحب له على دفعات ويلحم. باقي عندنا هذه لحد الآن ما دهنها، هذه حقت السقف.